طيب بدنا نبدأ نحكي عن مقدمة، بدنا نحكي شوي عن نظام ريادة الأعمال. هلأ أنا رح أحكي عن إيش هي المؤسسات المبادرات اللي هي موجودة، بنفس الوقت ما تحدي نفسك بأنه أنا لازم أكون جزء من برنامج أو مشروع أو مؤسسة علشان أنا أقدر أنجح، لكن كل نظام موجود أو بيئة بتقدم نظام دعم لرائدات الأعمال. هلأ إحنا بدنا نحكي عن البداية اللي هي المبادرات التأسيسية غير المنظمة، أو اللي بطريقة أبسط بنقول عنها الجراس روت انيشيتيفز. بهذه المرحلة أنت بتكون لسه عندك فكرة حابة تتأكدي منها، حابة تتحققي منها. بيكون في فعاليات بالعادة بتكون يوم أو 3 أيام، ما بعرف سمعتوا عن ستارت أب ويكند مثلاً، بندخل بيكون في كتير من الإرشاد والتوجيه، بيكون في ناس معانا مهتمات. بهذه المرحلة كل اللي إحنا التركيز تبعنا بيكون عنه إنه إحنا نتحقق من الفكرة اللي عنا. يعني أنا مثلاً خليني أقول أنا عندي فكرة لشركة بدي أقدم منتج بيساعد قطاع الصحة، فأنا رح أنزل مثلاً على مستشفى، على مستوصف، أحكي مع نيرس، أحكي مع طبيب، أشوف هم بيتقبلوا هاي الفكرة، هل في مجال لها أنها هي تعمل، هل هي في لها مستخدمين، هل في ناس مستعدين يشتروا هذا المنتج اللي عندي أو هذه الخدمة اللي أنا بدي أقدمها. تمام؟ وكمان نقدر أنه إحنا نشكل فريق عمل، يعني أنا أعرف لمشروع حقيقي، هل أنا محتاجة مثلاً، هل أنا محتاجة عمل، بدي حدا مثلاً بمنتج فيزيكال بدي أقدمه للسوق. تمام؟ المرحلة بدي أبني خطة عمل، بدي أطور فريق العمل اللي عندي، بدي أبني القدرات اللي عنده، بدي أعرف كيف يكون المنتج هذا، كيف أنا أقدر أوصله لمكان إن أنا أقدر أقدمه للمستخدم لإله أو للعميل اللي عندي، وأقدر أخذ منه تغذية راجعة. هل هذا المنتج بيخدم المشكلة اللي عندك؟ هل بيقدم لك قيمة مضافة؟ طب شو أنا استفدت لما أنا عرضته على الـ على الـ على المستخدم هذا؟ شو في أشياء ممكن أعدلها، أغيرها، أضيف عليه، أقيم منه؟ الفريق العمل اللي عندي، مين الناس اللي أنا بالبداية محتاجة لإلهم ما بقدر أستغني عنهم؟ بدنا نفكر دايماً إنه أنا الفلوس هي عامل كتير مهم، وأنا في البدايات ما عندي هذا المورد كتير. تمام؟ فأنا ممكن بمرحلة الاحتضان إنه أنا أكون بس بقدر ألبس قبعات مختلفة زي ما بنقول، إنه أنا ممكن أكون المدير، ممكن أكون مثلا أنا عندي خلفية مثلا تكنولوجية، مثلا أنا أكون مهتمة بهذا الجزء، بس مثلا أنا ما بعرف كتير بالتسويق، فممكن أطلب من حدا من فريق العمل اللي عندي. ممكن بالبداية يكون بس مثلا لوقت محدد فقط، أو مثلا بدفع لهم مقابل خدمة. تمام؟ بهذه المرحلة إحنا بنحصل على الاستثمار البذري أو seed investment. هنا أنا بكون عندي الشركة لسه عم تتأسس، وبالعادة ممكن أكون بعطي أسهم مقابلها. واحدة من الأمور اللي كتير مهمة لإلنا بمرحلة الاحتضان أو مراحل البدائية من الشركة تبعتي إنه أنا ما أطلب استثمار أكثر من ما أحتاج. ليش؟ لأنه أنا قيمة الشركة تبعتي لسه كتير قليلة، لأنه أنا لسه عندي مثلا ممكن يكون حد أدنى من المنتج الـ MVP، ما عندي كتير موارد اللي أنا بقدر إنه أنا مقابلها قيمة الشركة تبعتي تبقى عالية. فأنا لازم أخذ الرقم الأقل اللي بيساعدني إن أنا أبدأ، علشان لما أنا أجي أعطي أسهم من شركتي أعطي أقل إشي. تمام؟ كمان مرة بدي أأكد مرة أخرى، مش معناته إنه إحنا حطينا النظام هذا إنه أنا لازم أكون جزء منه. ممكن أنا أقدر إنه أنا أشتغل على بناء خطة العمل اللي عندي، نموذج العمل، أشتغل على الحد الأدنى من المنتج من نفسي ومع الناس اللي حوالي واللي بيساعدوني. أنا ممكن أكون رائدة أعمال مستقلة، ممكن أكون خلال برنامج بحث وتطوير، ممكن أكون بالجامعة عندي، ممكن أكون مع مجموعة من رائدات الأعمال اللي بيشاركوني الشغف اللي عندي. طب تمام، انا اوكي، انا عندي هلا الحد الادنى من المنتج، بدي احسنه، بدي ابلش ادخل السوق. معظم بيئات العمل بتوفر برامج لتسريع الاعمال. ايش يعني؟ يعني برنامج بيساعدني ان انا احول الحد الادنى من المنتج الى المنتج اللي بيقدر يخدم العميل والمستخدم ويدخل السوق. بهذه المرحلة أنا لازم هلا أطور فريق العمل اللي عندي، يعني ما بقدر أنا دائما يكون عندي الناس هلا بعمل جزئي أو مقابل الخدمة اللي بحصل عليها. لا، أنا محتاجة هلأ مثلا ممكن يكون عندي محاسب، محتاجة يكون عندي حدا مسؤول عن المبيعات، محتاجة حد يكون مسؤول عن التسويق، واللي بيقدر إنه هو يساعدني أكثر إنه أنا أكبر شركتي بهذه الطريقة، أحسن المنتج اللي عندي أو الخدمة اللي أنا عم بقدمها، أطور فريق العمل، إنه أنا بستقبل استثمار ملائكي، وكمان مرة هو مقابل أسهم. بهذه المرحلة الشبكات المساندة كتير بتساعدنا.
اللي هم المرشدين الموجهين اللي هم المستثمرين. ليش بهالمرحلة بنسميهم مستثمرين ملائكيين؟ بنسميهم مستثمرين ملائكيين لأنه هم بيجوا بيساعدونا بالفلوس بالاستثمار، بنفس الوقت بيفتحوا لنا شبكاتهم. لما بيفتحوا لنا شبكاتهم معناته أنا ممكن أحصل على العميل الأول لإلي أسرع. أنا في حدا هلأ عم بيروج للشغل اللي أنا عم بعمله لأنه بيآمن فيه. ممكن كمان هم بيكونوا جايين من نفس القطاع اللي أنا عم بعمل فيه، هم مثلاً ممكن تكون سيدة أعمال مثلاً 10 سنين قبالي بهذا القطاع أو بهذا الكارير، تقدر توفر عليه أخطاء كثيرة. المستثمرين الملائكيين كتير مهمين بهذه المرحلة. في كمان إشي إحنا بنقول له الدخول الميسر للأسواق العالمية، أو بالإنجليزي إذا سمعتوا المصطلح بنقول له soft landing. يعني خلينا أقول إنه أنا عم بشتغل على مشروعي في الإمارات، أنا فاهم المجتمع هون، أنا فاهم طبيعة العمل، بيئة العمل، الناس اللي موجودين، الشركات اللي ممكن هي تشتري المنتج اللي عندي، أو اللي هي تساعدني على دخول الأسواق. افرض ان انا بدي ادخل مثلا السعوديه، او افرض ان انا بدي اروح على اوروبا مثلا، بدي ادخل سوق جديد زي ايطاليا. طب انا ما بعرف هذا السوق، ما بعرف العميل اللي هناك، اللي مستخدم اللي هناك كيف ممكن يتقبل الخدمه اللي انا بعملها او المنتج اللي عندي. بهاي الاحوال بيكون في برامج اللي هي بنسميها الدخول الميسر للاسواق او السوفت لاندنج، اللي هي بتكون برامج تبادل. يعني أنا مثلاً بشتغل ببرنامج بالإمارات، ببعث رائدات الأعمال هم حابين يبدأوا البرنامج هذا مثلاً في إيطاليا، في إسبانيا، في السعودية إلى آخره، وبالمقابل بيفتحوا لهم الشبكات الموجودة عندهم، بيسروا لهم دخول السوق. لأنه في كتير بتكون محددات لإلنا إنه إحنا ندخل سوق جديد، زي إنه أنا مثلاً مش قادر أفهم الثقافة، مش قادر أفهم مثلاً نظام الاستثمار كيف بصير، كيف حد يعرفني على مستثمر جديد؟ تمام. المرحلة اللي بعديها بتكون الاستثمار الملائكي أو وجولات المتابعة. في كمان طرق أخرى لأني أنا أأمن استثمار، منها التمويل الجماعي مثلاً، أو اللي بنقول له crowd funding. أنا بهذه المرحلة المنتج تبعي جيد، قادر إنه يدخل السوق، لكن في مجال للتحسين منه. ممكن أنا أضيف له مميزات أخرى، ممكن أنا أجرب أعمل إشي زي البيع على قطاعات مختلفة. هون أنا كمان فريق العمل تبعي بده يكبر كتير أكتر لأنه أنا عم بدخل أسواق كتيرة. هون كمان الشبكات المساندة اللي لإلي زي المستثمرين الملائكيين أو المرشدين كتير مهمة لإلي، وبتسهل لي دخول هذه الأسواق الجديدة. كمان مرة الاستثمار الملائكي أو الجولات المتابعة اللي رح نحكي عنها كمان شوي أكتر، أو حتى الكراود فند أو التمويل الجماعي ممكن يكون مقابل أسهم. وبعض التمويل الجماعي ممكن ما يكون مقابل أسهم، ممكن يكون مقابل جزء بسيط من الاستثمار اللي أنا بجمعه بعطيه للمنصة اللي ساعدتني بهذا التأمين، وبالمقابل ممكن أنا أكون بعطي هدايا. وهذه كمان من الأمور اللي مذاكرين ورقة والقلم اللي بلشناها بالأول، اللي أنا بحب أن أنتم تطلعوا عليها وتعملوا بحث وتشوفوا، لأن أنا بشعر أنه الاقتصاد الجديد، المرحلة اللي إحنا موجودين فيها هلأ، قديش في مجال لأنه إحنا يكون عندنا موارد، قديش في مجال. يعني إيش زي التمويل الجماعي؟ أنا مثلاً بدخل على منصة، بحط فيديو، بقول أوكي أنا حنان، أنا عندي فكرة، الفكرة تبعتي أنه أنا حاب أنه يكون عندي طائرة بدون طيار، تقدر تجمع معلومات، المجموعة المعلومات هاي بدأ أحطها على منصة، يقدر الجميع أنه هو يستفيد منها. مثلاً أنه أنا مثلاً عم بعمل مسح لأماكن مثلاً إشي بدعم الريل استيت فور إكزامبل. الناس كلها اللي مهتمة بالطائرات بدون طيار واللي عجبتها الفكرة اللي أنا طرحتها بيقدروا أنهم يستثمروا. وبالعادة التمويل الجماعي حجم التذكرة ممكن يكون بسيط جداً لإشي زي 5 دراهم، ممكن يكون كبير ممكن نحكي مثلاً $500. تمام. ابحثوا في هذه المواضيع ودائما شوفوا ايش الخيارات المختلفه اللي قدامي قبل ما انا اقرر. تمام مايا، كان عندك سؤال؟ التمويل الجماعي صار موجود في الامارات صح؟ صحيح، التمويل الجماعي هلا موجود بالامارات، وفي مبادره حكوميه كمان بتدعمه. تمام اوكي. طيب انا هلا المنتج تبعي تحسن، انا موجوده في عده اسواق، الفريق العمل تبعي كامل، أنا كمان هلأ عندي أكثر من استثمار. حالياً أنا الهم الكبير اللي عندي أنا أدخل أكبر عدد ممكن من الأسواق. أنا هون المنتج تبعي خلص نهائي، يعني يمكن كل التحسينات اللي ممكن تنعمل عليها هلأ أشياء بسيطة جداً. كل الاستثمار اللي أنا محتاجة له هو مجرد
100% 100% لدخول أسواق جديدة. وأكيد إن أنا أطور فريق العمل تبعي، لأنه أنا بدل ما أنا كنت موجودة مثلا في الإمارات والسعودية وإيطاليا، أنا هلأ بدي أكون في كندا، بدي أكون بأمريكا، بدي أكون بنيوزيلاند. فأنا هلأ محتاجة استثمار كتير كبير، استثمار مغامر. المستثمرين بهذه المرحلة ما بيهتموا إنهم يدخلوا بقرارات تنفيذية معي كرائدة أعمال، بيهتموا فقط إنهم يشوفوا العائد على الاستثمار. بدهم يشوفوا إنه أنا عندي منتج داخل السوق حاصل على جزء منه، وفي الخطة تبعتي والاستراتيجية لتأمين العائد على الاستثمار مجدية. فهم هنا بيكون في الاستثمارات المغامرة اللي هي بتكون بملايين الدولارات، وطبعاً بمقابل أسهم. كل واحدة من هذه المراحل هي مختلفة في إيش التوقعات اللي بيني وبين المستثمر، وهذه التوقعات هي يعني مسؤولية علي كاملة كرائدة أعمال. أنا لازم دائماً أكون بدير هاي العلاقة زيها زي أي شيء، زي أي علاقة مختلفة تانية في حياتنا. وأنا المسؤولية اللي علي أنه أنا دائماً أكون واضحة في الكوميونيكيشن اللي عندي، في التواصل أكون واضحة في التوقعات تبعتهم. مثلاً متى أنا لازم أكون العائد اللي بيجيبه المنتج أو الخدمة اللي أنا عم بقدمها من السوق يقابل الاستثمارات اللي تم صرفها على المشروع، أو اللي بنقوله بالإنجليزي إذا سمعتوا هذا المصطلح البريك إيفن. متى أنا بتوقع أنه أنا يبدأ الشركة تبعي أو مشروعي النجاح تبعه يكون متزايد ومتسارع؟ تمام؟ أوكي. طبعاً في أي وقت بحسب العقد اللي بيني وبين المستثمرين اللي داخلين في الشركة بقدر أنا أنه أنا أشتريهم، إذا أنا وصلت لمحل أنه أنا البزنس تبعي المشروع تبعي عم بعمل مصاري منيح وأنا ممكن أكون مش محتاجتهم. كمان شغلي عن مشاركة الأسهم، مشاركة الأسهم ممكن تكون مع مستثمرين وممكن تكون مع أحد أفراد فريق العمل اللي بيقدم قيمة كتير عالية. ممكن يكون حدا مثلا عنده 20 سنة خبرة وأنا بعدني في مرحلة الاحتضان، أو بعدني أنا في مرحلة تسريع الأعمال، يعني مثلا لسه المنتج تبعي عند الحد الأدنى، أو مثلا لسه داخل السوق. أنا ما بقدر أنه أنا أدفع لحدا عنده 20 سنة خبرة، لكن أنا محتاجة الخبرة اللي عنده علشان المشروع تبعي ينجح. ساعتها أنا ممكن أعطيه، بدل ما أنا أعطيه له راتب، يعني أنا مش قادر أن أنا أعطيه له راتب ساعتها، ممكن أنا أعطيه له أسهم في شركتي، لأنه هذا ممكن يكون شخص جداً مهم لإلي ما بقدر أنا أنجح بدونه. تمام؟ أوكي. طيب إيش هي أنواع عروض الأعمال المختلفة؟ في اللي هو إحنا بنقوله العرض الأعمال التقديمي أو حديث المصعد، اللي هو إحنا بالإنجليزي بنقوله elevator pitch. أنا بهذه المرحلة لازم يكون عندي عرض سريع ملفت عن المنتج، عن منصة العمل، عن التطبيق اللي عندي خلال 60 ثانية أو أقل، بحيث أنه هو يوفر شرح وافي عن أنا شو بعمل، بنفس الوقت يكون فيه إشي جاذب للانتباه. إيش الهدف تبعي؟ الهدف تبعي أن أنا أحصل على اجتماع. أنا بدي البزنس كارد تبعت المستثمرة اللي أنا كان فيه. طبعا هم بيقولوا كمثال أنه إحنا مثلا كنا بالمصعد مع بعض، لكن هي ممكن تكوني مثلا في فعالية وانت تقابلتي مع مستثمرة او مع سيدة اعمال وانت حابة تطرحي عليها الفكرة هذه. فانا ممكن اقول شو المشكلة مثلا اللي انا بحلها، او شو القيمة المضافة اللي انا بدي اوفرها، او الرفاهية اللي انا بفكر ان انا اقدمها. لازم تكون مقتضبة جدا خلال 60 ثانية، لازم تكون فيها اشي ملفت للانتباه علشان اقدر احصل على الاجتماع. طب انا حصلت على الاجتماع هذا، لازم هلأ يكون عندي عرض أعمال مختصر، واللي هو هلأ كمان رح نوفر عليه مثال، إنه أنا أقدر أقدم شركتي فيه خلال 5 لـ10 دقائق، والهدف منه هو الحصول على اجتماع ثاني. أنا بهذا الاجتماع بدي أطرح شرح وافي عن الشركة. لازم بنهاية الاجتماع هذا يكون المستثمر أو المستثمر فهموا تماماً أنا شو بعمل، أنا ما هو نموذج العمل تبعي، أنا كيف بعمل مصاري. تمام؟ ولازم دائماً بكل واحدة من هذه العروض ننهيها بطلب. لازم تطلبي إشي في النهاية. أنا بدي أطلب اجتماع، بدي أطلب اجتماع ثاني، بدي أطلب بزنس كارد. لازم يكون دائماً عندك طلب. تمام؟
أوكي، حصلت على الاجتماع الثاني مع المستثمرة أو المستثمر. أنا هون بقدم عرض الأعمال المطول، واللي هو بالعادة ما بكون أنا حاضرة فيه لوحدي، ولا المستثمرة أو المستثمر بتكون حاضرة لوحدها. هي كمان ممكن يكون معها فريق عملها، ناس مثلا من فريق التمويل، ناس من التقنية. ممكن نحكي أكثر عن التفاصيل، كيف المنتج هذا بيشتغل، ممكن يكون عندهم تفاصيل أكثر، أسئلة عن أكثر عن تفاصيل هذا المشروع. بهذا العرض الشامل دائما نتبع قاعدة 30-20-10، الخط في كل شريحة ما يكونش أقل من 30، مستحيل أقدر أمشي أكثر من 20 دقيقة، يعني أحاول ألتزم بعشرة شرائح. الهدف هو تأمين استثمار، بس كمان مرة إحنا قلنا إنه إحنا لازم نضبط توقعاتنا وتوقعات المستثمر. ما بدي اياك تفكري انه انا اذا حصلت على الاجتماع الثالث معناته انه انا رح امضي العقد. هذه بروسيس، عمليه لها وقت، بتاخذ وقت وبتاخذ جهد، وفيها صعوبات لازم انه احنا نقدر نتخطاها ونكون جاهزين لها. يعني لازم تكوني حاضره من البدايه انه انا اعرف انه هذه رحله. تمام. هلا بدي اعطيكم مثال تطبيقي يعني يجدر تنويه انه هو كمان خيالي، اوكي، هذه مش شركه موجوده ولا اي شيء، بس انا عم بحاول ان اعطيكم مثال عشان بس نقدر يعني نخلي العناوين في شيء عملي مقابل لإلها. كمان مره الورقه والقلم اللي حكينا عنهم، ما بدي انا اكون بس عم بعطيكي محاضره، انا بدي الكلام هذا انت تشوفي كيف تقدري تستفيدي منه لشركتك، لمشروعك، للمكان اللي انت فيه هلا بالبزنس تبعك. طيب، اول صفحه لإلي بدي ادخل مثلا اسم الشركه، شعارها اذا كان عندي، بدي أدخل وصف في أقل من 15 كلمة. أنا هذا الوصف كتير بهتم فيه، وبحس إنه هو بيضبط التوقعات والكلام اللي إحنا بدنا نحكي عنه. كمان شغلة، أنت مشروعك صار لك فترة عم تشتغلي فيه، عم تفكري فيه، أنت عايشة هذه الحالة، تمام؟ أنت عم تقابلي حدا مش سامع عنه، يعني مش أبدا من الأول داخلة في تفاصيل، مش أوريدي حكيت لهم هذا مثلا منتج، هذا جهاز، هذه منصة عمل، تمام؟ عشان هيك فكري في الكلمات هدول واعرضيهم على ناس ما سمعوا عن المشروع تبعك قبل. ممكن تكون صديقتك بالعمل، ممكن تكون صديقتك بقطاع مختلف، ممكن تكون حتى صديقة يعني بعيدة عن القطاع اللي انت عم تشتغلي فيه، تمام؟ بدخل اسمي، وصف الوظيفي، مين أنا اللي عم بطرح لكم هذا العرض. كمان طريقة للتواصل، بريد إلكتروني، هاتف، موقع إلكتروني، تمام؟ أوكي. أنا اخترت المشروع تبعي إنه سوار الطاقة. سوار الطاقة هو جهاز تقني ملحق بتطبيق بيعتمد على الذكاء الاصطناعي في قراءة السعرات الحرارية ومعلومات المنتج. أنا اسمي حنان خالدي، أنا الشريك المؤسس، وهون معلومات التواصل تبعتي. الشريحة الثانية بدنا نحكي فيها عن المشكلة اللي أنا عم بحلها بالمنتج تبعي أو بالخدمة، أو الفرصة اللي بقدم لي إياها السوق، أو مثلاً الرفاهية اللي أنا بقدمها، القيمة المضافة. أنا بحب دائماً أركز على إنه الكلمات تكون إيجابية، وإنت بتقدري إذا أنت عم بتحلي مشكلة إنك أنت تغيري بطريقة طرحك لإلها بحيث إنها هي تبين فرصة. فأنا بدي أقول لك إنه بتعرف إنه 54% من سكان العالم أبدوا قلقهم نحو حياتهم الصحية في دراسة نشرتها مؤسسة وين الدولية. مش كل المنتجات بتوفر معلومات كافية أو حتى سهلة القراءة عشان أنت تقدري تعملي قرار شراء صحي وأنت عم تعملي مثلاً بتشتري البقوليات تبعت البيت تبعتك. انتبهي أنه أنا وفرت مصدر للمعلومة تبعتي، تمام؟ طب بدي أحكي، طب أنا أوكي هلأ حطيت عندك المشكلة اللي إحنا عم بنواجهها، هلأ بدي أحكي لك شو الحل اللي هو المنتج تبعي، تمام؟ بدي أقول لك كيف بحل هالمشكلة أو كيف بيوفر هالرفاهية. سوار الطاقة هو جهاز ملحق بتطبيق ذكي مزود بمجسات بيقدر يقرأ معلومات أي منتج بمجرد ملامسته، وبيرسلها للتطبيق الذكي اللي على التليفون اللي عندي، بيساعدني أنا أخذ قرارات صحية مناسبة لنظام حياتي. بقدر من خلاله أدرج خياراتي من سعرات حرارية أو مثلا نظام غذائي أنا بتبعه، تمام؟ وانتبهي كمان أنا حاولت أن أدخل صورة كمان مرة، هذا إشي خيالي، أوكي؟ تكنولوجيا إحنا مش هناك بعدنا، بتمنى، بس هذا منتج خيالي وشركة خيالية، لكن أنا حاولت أن مثلا أورجيك صورة عشان تتخيلي شو هو سوار الطاقة. لو كان مثلا عندي إشي مثلا عن التطبيق مثلا الذكي ممكن أورجيك إياه كمان. طيب، هنا بدنا نحكي عن الشريحة، بنحكي فيها عن السوق.
لازم توضحي وضع السوق هلأ، مش بس بالبلدة أو بالمدينة أو بالبلد اللي أنت فيها أو بالدولة، ولكن أيضاً في الإقليم تبعك وعالمياً، لأنه أنت لما بتطرحي على مستثمر أنت عم تحكي عن خطة مستقبلية، هو مفروض يشوف أنه هذا المنتج أو هذا التطبيق في عائد على الاستثمار على المدى البعيد، تمام؟ فبدي أقول لك أنه حجم سوق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء أو الويرابل تكنولوجي هي أكثر من 40 مليار دولار أمريكي في العام 2020، متوقع لأن ينمو لأكثر من 13% خلال السبع سنين الجايين. حجم السوق في المينا ريجن أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو حوالي 15 مليار دولار. أنا رح أعتمد على بناء شراكات استراتيجية مع كل الشركات العملاقة المهتمة في مجال الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، وهم رح يسهلوا لي دخول السوق. أنا بطمح أنه أهيمن على 2% من السوق الإقليمي بنهاية العام المقبل. تمام؟ كمرة إيش بتعني لك السوق؟ إيش الخطة اللي أنا حاططها علشان أنا أقدر أدخله؟ إيش أول مايلستون أو أول نجاح أنا بدي أحققه في الخطة تبعتي؟ نموذج العمل اللي هو بين قوسين أنا كيف بعمل مصاري، واللي هو يعني هو قاعد المستثمر عم بسأل حاله أوكي طيب تمام كيف بدك تعمل مصاري. نموذج العمل أنا إشي كتير بنصح فيه إنك عمرك ما تعتمدي على طريقة واحدة أو مصدر واحد للدخل، لازم دائما يكون عندك أكثر من مصدر للدخل. أنا بدي أبيع المنتج تبعي، أنا بدي أعتمد على الإعلانات. طبعا الإعلانات يمكن في كتير رائدات أعمال بتحب إنه هي نسرين نصر إذا فيكي بس تعملي ميوت بليز، إنه الإعلانات على التطبيق بتجيب عائد جيد، وهو صحيح الإعلانات بتجيب عائد جيد، لكن الإعلانات كمان بدها إنه أنا يكون عندي العديد من المستخدمين، تمام؟ بالعديد من المستخدمين الكثير من المستخدمين، يعني مش 10 ولا 20، لازم يكون عندي مثلا 10,000 بيجي باليوم، ممكن مثلا 1,000,000 بيجيني بالشهر عشان أقدر أعمل فلوس من الإعلانات، لكن هي واحدة من مصادر الدخل اللي عندي. ممكن أنا أعتمد في البداية على بيع السوار لحد لما أوصل لمكان أن المستخدمين عندي بيقدروا يأهلوني، لأن أنا أستغل مصدر الدخل هذا هو موجود عندي في الاستراتيجية. والطريقة الثالثة ممكن يكون عندي العضوية أو خاصية التعديل، بغض النظر أنت كيف المنتج أو التطبيق أو المنصة اللي عندك بتقدر أنه هي الدخل. هذه شريحة كتير مهمة ولازم تفكري فيها كتير. شو صار عنا احنا هلأ بهالخمس، اذا نرجع نستعرضهم السريع عن الخمسة اشي بلشنا، اول شيء بالعرض، كيف بلشنا بناء العرض؟ لانه في سؤال حتى يرجعوا يتذكروا. اول شيء بلشنا بالعنوان وقلنا بنعمل شو، حنان الملخص عن المشكلة كمان 16 كلمة بس، يعني دخلينا في المود احنا عن شو بنحكي. نعم. النقطة الثانية كانت المشكلة أو الفرصة اللي إحنا من خلالها نطمح إنه من خلال منتجنا أو التطبيق اللي عنا نحل مشكلة موجودة بالسوق أو الفرصة لننمي نحن منتجنا. ما هو المنتج هي رقم 3، صح؟ بنحط ما هو المنتج، وبالأربعة بنشوف السوق، دراسة السوق هذه مهمة لكل مشروع تجاري عم فيه. بالخمسة هي أكتر كيف عم بيكون دخلنا، منين حنوفر مصادر الدخل. صح. النقطة السادسة، السادسة هي عرض القيمة، أو إذا سمعت هذا المصطلح بالإنجليزي بنقوله value proposition. أنا لازم أوضح ميزات المنتج أو الخدمة اللي عندي، كيف بحل المشكلة القائمة أو بوفر الرفاهية، اللي هو يعني بين قوسين ليش أنا، تمام؟ فأنا ممكن أقول إنه أنا يتم تحديث المنتج تبعي بشكل مستمر، أنا بوفر شاشات تحليلية أو داشبورد، أنا بناسب جميع الأذواق، أنا سهل الاستخدام، أنا متوفر بلغات مختلفة، تمام؟ كل إشي أنت شايفتيه لما أنت بلشتي بهذا المشروع، لما أنت فكرتي إنه هذا الشغف، هذا الإشي اللي أنا بدي أعمله بحياتي، ليش فكرتي فيه؟ أكيد عندك أسباب كتيرة، حطيها وشوفي إيش الأشياء المهمة اللي ممكن تكون جاذبة للمستخدم، وبهاي الطريقة أنا بعرضها. السابعة اللي هي الميزة التنافسية أو competitive edge، أنا كيف بتميز عن المنتجات أو الخدمات المنصات الأخرى اللي موجودة بالسوق؟ واحدة من الأسئلة اللي دائما بسألها لرائدات الأعمال بتقول لي أنا مقدمة إشي لأول مرة، بليز ما حدا يحكي هذا الإشي، ما في يعني للأسف الابتكار أو الإبداع بالجديد حاليا، يعني لو بتعملي بحث شامل وافي راح تلاقي إنه في إشي related لإله، تمام، موجود بالسوق. ولما انت بتيجي بتطرحي تقولي انه انا بقدم خدمه لوحدي، واذا مثلا المستثمر عمل جوجل سيرش، عمل بحث ولقى انه في حدا بيقدم هذا الاشي، ببين انه انت مش مطلعه على السوق، مش مطلعه على القطاع تبعك بشكل وافي وكافي.
بهذه الشريحة كمان بليز ركزي إنه ما تقدمي المنافس بطريقة كأنه أنا عم بعمل له إعلان، تمام؟ أنا بدي يعني ممكن حتى إذا اللوجو تبعه يمكن الشعار تبعه أصغر شوي، تمام؟ أنا بدي أقدم نفسي، أنا بدي أقول ليش أنا أفضل منهم كلياتهم. وشوف حتى إذا بتشوف يعني كمان أبرزت صور الطاقة عن الناس الآخرين، وقلت إنه أنا كل المميزات أو الأشياء اللي إحنا عم نطلع عليها أنا عم بقدمها، يمكن الناس الثانيين المنافس تبعي ما بقدمهم كلياتهم، تمام؟ خارطة الطريق أو الجدول الزمني، هذه شريحة كتير مهمة، وهذه شريحة حتى كتدريب لإلك أنت نفسك، هذا موضوع أنا كتير كتير بهتم فيه، وبفكر إنه أول إشي إحنا بنبلش فيه إنه إحنا نعمل جدول زمني. حطي على ورقة أو قلم قدامك واكتبي أنت شو بدك تحققي، وين بدك تبدأي، وهي يمكن من أهم النقاط اللي أنا دائما بنسألها، إنه أنا عندي أفكار كتير أنا مش عارفة وين أبدأ. ابدأي دائماً بخارطة الطريق، ابدأي دائماً بجدول زمني. كمان هذا النوع من التدريب لإلي لما أنا أبلش أحط إنه أقول أوكي أنا بدي أحط الخطة العمل، وإنه أنا مثلاً أعمل التحقق من صحة هذه الفكرة رح يأخذني مثلاً 3 أسابيع، وبتحط مقابل الوقت اللي أنا بدي أحطه بدي أحط الوقت الفعلي، يعني أنا كنت متوقع يأخذني 3 أسابيع بس أخذني 7. بالمستقبل بيصير عندي يعني هذا التمرين على إدارة الوقت بالنسبة لي، والوقت هي من الموارد اللي كتير مهمة لإلك كرائدة أعمال، أكيد يعني معظمكم كمان رائدات أعمال، وأكيد بتشوف قديش هذا موضوع كتير مهم لإلنا، وإحنا يعني لازم دايماً نكون on top of it، لازم دايماً إحنا نقدر إنه إحنا نديره بأفضل الطرق. طيب أنا خارطة الطريق هون، وفي ناس حتى يمكن مرات بتفضل إنها تبدأ بهذه الشريحة للمستثمر، إنه أنا بدي أورجيه قصة أو الرحلة تبعت المشروع تبعي، وين أنا بلشت، وين عملت الـ MVP، وين أنا اليوم، كمان كتير مهم توضحي وين أنت اليوم موجودة. طب أنا وين المنتج تبعي بكرة بده يدخل الإمارات، بده يدخل السعودية، بده يدخل أسواق عالمية. حتى يعني أنا لو ضفت عندكم أن أنا عم بفكر حتى في التخارج أو الإكزيت، أنه أنا برضو عندي استراتيجية أن أنا أشوف المشروع تبعي هذا في النهاية لوين بده يوصل. هذه من الأمور اللي كتير مهم أنك أنت تورجيها للمستثمر، أنه أنا شايف خطة لقدام، أنا عندي رؤية، أنا شايف المنتج تبعي مثلاً بده يدخل مثلاً بده يكون بالسوق listed، ولا أنا بدي أبيعه. حتى التخارج تبعي ممكن أنا أكون شايف إنه مثلاً في شركة مثلاً زي ما بعرف على سبيل المثال مثلاً سوني بيهتموا كتير بالمنتجات الإلكترونية التي يمكن ارتدائها، فأنا حتى حاطة ببالي إنه هذه الشركة اللي تشتريني في المستقبل، التخارج أو الإكزيت، تمام؟ فريق العمل كمان مرة، يعني انت اوريدي هلا احنا وصلنا بمحل ان انت شرحتي الفكره تبعتك، قلتي شو المشكله، حكيتي عن السوق، حكيتي عن المميزات، هلا لازم توجهي المستثمر انه انا عندي الناس اللي بتقدر تحقق هذا الشرح او هذا العرض اللي انا قدمت لك اياه. في كتير رائدات اعمال للاسف بيستخدموا هذا كانه CV، انا لازم اورجي كل شيء. انا مش لازم اورجي كل شيء عن فريق العمل تبعي، انا لازم اورجي الامور المهمه. انا بدي المستثمر تبعتي او المستثمر يشوفوا انه انا احنا مثلا عم بشتغل بتطبيق الكتروني، انه انا عندي حدا فاهم في التكنولوجيا، انا عم بشتغل بمنتج بيخدم قطاع الصحه، انا عندي ناس عندهم خلفيه في المجال الطبي او في المجال الصحي، تمام. بحط الكلمات المهمه، بحط الكلمات اللي هي ممكن هم يكونوا بدوروا عليها، تمام. الطلب زي ما قلنا من البداية، أنا ما في أي عرض أعمال بعمله ولا أي، لازم دائما يكون عندي طلب. أنا الطلب طبعا عندي هون لأنه أنا عملته كعرض للمستثمر، هو طلب استثمار، تمام. فأنا لازم أبين الطلب تبعي، أنا طالبي لسوار الطاقة 150,000 دولار، بدي أورجي كمان وين بده يتم استغلالها. ليش أنا طالبة 150,000 دولار؟ أنا بدي أنمي فريق العمل تبعي، أنا بدي أدخل في أسواق جديدة، أنا بدي أركز على التسويق، بدي أركز على المنتج، تمام. هلا هذا الاجتماع بالعاده ما بيكون فيه تفاصيل تقنيه كتير وما فيه تفاصيل ماليه كتير. بالعاده الاجتماع اللي بعده اللي احنا حكينا عنه العرض المطول هو اللي انت يطلب منك انك انت تطرحي الماليه تبعتك، انت كيف عم بتفكري الاستثمار، اول مثلا دفعه رح تطلبيها من ال 150 مثلا ممكن تكون 30، وين رح يتم استغلالها، وين رح يتم ضخها. كمان ممكن يكون في أسئلة أكثر عن التقنيات تبعت المنتج تبعي، تمام؟ أنا عندي سؤالين
يا ريت ترجع تذكرينا شو هي العشرة عشرين ثلاثين اللي وضحنا قبل اللي هنا. قاعدة 30-20-10 إنه الخط تبعي لازم يكون واضح، فهي يعني كقاعدة إنه إحنا ما بننزل عن حجم 30، عشرين عشرين دقيقة حتى إذا يعني إذا كنتوا عم تعملوا لي تايمينج بتشوفوا إنه أنا ما أخذتش 20 دقيقة بإن أنا أمر، والعشرة 10 شرائح يفضل. طبعا ممكن أنت يعني في أوقات إنه ممكن تكون عندي يطلب شريحة زيادة مثلا، بدي أوفر مصادر، بدي أوفر كذا. احنا بنقول يعني بشكل عام حاول انك انت تلتزمي بقاعدة 30 حجم الخط 20 دقيقة 10 شرائح. هي 20 دقيقة هي المهمة جدا حتى نقدر من خلال نوصف شغلنا بخلال وقت مختصر ونستقطب انتباه المستثمرين، صح؟ صحيح. وكمان الثلاث عروض اللي حكينا عنهم من البداية إذا بنرجع لهم، آسفة بالطريقة الثانية. اوكي. الثلاثة هدول هي يعني كيف بدي أحكي، يتم تحديثهم طول الوقت. يعني أنا أول عرض تقديمي للشركة تبعتي وأنا بالبدايات بده يختلف في النهاية، ممكن يكون فيه شيء تعدل، شيء جديد. تمام. عرض الأعمال المختصر اللي أنا هلأ أخذكم فيه ممكن كمان أجدده، حتى عرض الأعمال المطول، لأنه كل اجتماع مع مستثمرة مع مستثمر راح يغير بأنا شو المحتوى اللي عندي، كيف أنا بدي أقدمه، في تغذية راجعة عم بستفيد منها. تمام. حنان عندنا سؤال، إذا أنا كنت عم أقدم خدمة سيرفيس وليس منتج، هل كيف نقدر نشتغل على العرض بطريقة إنه نقدر نستقطب أو نقدر نشرح لهم المنتج أو سوري الخدمة اللي عم نقوم فيها؟ ما في أي اختلاف بين إنه أنا لو كنت بعمل منتج أو خدمة أو تطبيق بالعرض اللي أنا بحكيه، لأنه بنفس الوقت إذا بدك تحكي عن الخدمة بدك تشرحي شو هي، بدك تقولي الخدمة هذه بتحل أي مشكلة. تمام. بدك تحكي عنها أكثر، مش رح تكون منتج، رح تكون هي الخدمة تبع، بدي أشرحها، بدي أقول مثلا أنا بوفر خدمة ما بعرف بساعد الناس اللي السيارة بتعطل فيهم في الطريق، بدي أحكي شوي عن السوق، حتى هذا هو السوق كمان، الناس التانيين اللي موجودين عندي أو هذا السوق قديش حجمه، أو أنا قديش بطمح إنه أنا أهيمن على أي جزء منه، كيف بعمل فلوس مثلا أنا ببيع الخدمة هذه، أنا مثلا عندي خدمة VIP للناس اللي هم بحبوا إنه هم مثلا يكون عندهم اشتراك معي لفترة أطول، شو الأشياء المختلفة اللي أنا بقدر أدر فيها ربح من خلال هذا المشروع تبعي، شو بيميزني؟ شو بيميزني كمان عن المنافسين تبعوني، شو الجدول الزمني اللي أنا بدي أطرحه، مين فريق عملي، وقديش أنا بدي استثمار. حنان كمان إذا كنت أنا لحالي عم بشتغل ما عندي فريق عمل، في عنا سؤال إنه هل ضروري يكون فريق عندي فريق عمل متكامل حتى أعمل البيتش؟ طيب هلأ هذا سؤال كتير منيح. بالعادة بيختلف حسب، يعني لو أنا في مرحلة لسه المشروع عندي فكرة، واللي كمان مرة بتطلبي أقل مبلغ أنت محتاجتيه، ما تطلبي أكثر، خصوصاً إذا أنت في البدايات، لأنك رح تضطري تعطي جزء أكبر من شركتك في أسهم. أنا بفضل إنه تضيفي أكثر ناس ممكن إنك تضيفيهم، ممكن يكون حدا بيشتغل معي، ممكن يكون بارت تايم لفترة بسيطة، أو مثلاً مقابل خدمة بضيفهم. أنا ممكن يكون عندي أعضاء مجلس إدارة، ممكن يكون عندي مرشدين، ممكن يكون عندي اللي احنا بنسميه اللي هم الادفايزري، اللي هم اعضاء مجلس النصح مثلا، اللي هم موجودين معي وهم عم بيساعدوني. دائما ضيفيهم، علشان دائما لازم تورجي انه انا، او ممكن حتى تحطي خطه انه انا هلا مثلا بعدني في مرحله الفكره، ولكن خلال العشر سنين، خلال العشر اشهر القادمين المشروع تبعي لما رح يوصل لمكان انه احنا المنتج لازم يدخل السوق، انا رح اوظف مثلا ثلاثة في تطوير المنتج، اثنين في التسويق. تمام. في سؤال بيقول ما الذي يضمن لي ملكية الفكرة وعدم سرقة الفكرة بعد العرض؟ هذا الشغل كمان كتير مهم. طيب. أوكي. سؤال بنسأله كتير. فيك تمضي اللي هي NDA Non-Disclosure Agreement، إنه عدم الإفصاح مع أي حدا أنت بتحبي أنك أنت تحكي معاه، مثلاً إذا بدك منه النصح. مستثمرين ما بيمدوش عندي إيه عامة، ما تفكري أنه كتير سهل أنه حدا يسرق فكرتك، ما في حدا بيعرف أنت كيف بدك تنفذيها. بنفس الوقت بتعرفي إيش تقييم الأفكار،
في العالم كلياته، يعني مش إشي في يعني مش أحكي مثلا سيليكون فالي ولا هذا، أي فكرة تقييمها هو صفر لأنه ما فيش إشي يخدمها. ما يعني المحرك تبع رائد الأعمال، الشغف اللي عندها، الطريقة اللي بدها تطرحها فيها المشروع اللي عندها، كيف بدها تعمل له إدارة، كيف بدها تطرحه للسوق، كل الأمور هذه أمور أنت براسك، ما في حدا بيقدر يعني. يعني لسه كمان شغلة بدي أحكي لكم إياها من أصعب الأمور، ليش أنا حبيت أقدم مثال مع العرض اللي إحنا عملناه. بتعرفوا قديش صعب إنه الواحد يقدم عرض عن العمل اللي هو بده يعمله ويكون بسيط لإقبال ويفهم بالضبط هو شو بده. يعني يمكن أنا ناس زي ما كانوش بيشتغلوا الموضوع بهالبساطة، على عكس الموضوع كتير صعب، كتير صعب إنك أنت تشرحي شو بتفكري، كتير صعب تشرحي أنت شو بالضبط البزنس تبعك، وبياخد يعني اجتماعات مطولة لحد لما يقدر البني آدم نوصل هالمكان. زائد المستثمرين هماش ناس تنفيذيين، هم ناس جايين من القطاع اللي إحنا عم نشتغل فيه، وعندهم يعني كيف هو استحق لقب إنه مستثمر واستثمر في الماضي في شركات أخرى أو في مشاريع أخرى. انت كمان بتقدري تعملي الدو ديليجنس، او اللي احنا بنقول له انك انت بتعملي باك جراوند تشيك. انا اسفه مش عارفه ايش دو ديليجنس بالضبط بالعربي، انه احنا بندرس الناس اللي قبالنا كيف ما هم بدرسونا. عفوا، في ناس تعمل كدراسه تحققيه عن دراسه تحققيه، شكرا، مرات الكلمه ما بتيجي، عن المستثمر كيف ما هو بيعمل عنك وعن شركتك. لليوم صراحه انا ما شفتش فكره انسرقت، غير يعني بدي احكي مثلا فيسبوك اوكي ماشي، لكن بالنهايه عشان يعني يثبت لك انه فيسبوك كفكره وكفكره كمان مع نطاق بسيط، لما ما قدموا لها كيف هم ممكن يكونوا بالسوق اكبر، كيف ممكن يكبر، وكيف ممكن هذا، ما عملوش شيء. اللي اخذها لاماكن اخرى هو الشخص اللي قدر انه هو يفتح منها عروض جديدة وفرصات أخرى، يدخلها على الجامعات، بعد الجامعات يفتحها منصة للجميع. يعني هو اللي عمل فيسبوك كما هي مارك زوكربيرغ. وعلى فكرة أظن أنهم القضية اللي كانت بيناتهم، حتى التوأم اللي كانوا جايين بالفكرة برضو أخذوا ملايين، يعني مش أنهم كانوا، أظن هم برضو they're wealthy، بس يعني ما طلعوا بولا إشي. تمام حنان، في عنا بعد أسئلة بس ناخدها بعد شوية، بس نكمل الجلسة لأنه يمكن حتى أوكي تمام. أنت بدنا نحكي شوي عن كيفية تقديم عرض أعمال ناجح كمان مرة. هذا اجتماع، الاجتماع أو العلاقة اللي بينك وبين المستثمر أو المستثمر، أنت مهمتك دائما أنك أنت تديريها، تديري الحوار، تديري الجلسة، الاجتماع. تمام، في أمور كتير مهمة هي الثقة بالنفس. كمان مرة نذكر الورقة والقلم، شو يعني لما حدا يجي يقول لك كوني واثقة بنفسك؟ أنا بالنسبة لي بتعني لي الثقة بالنفس، أن أنا أكون عارفة أنا عن شو بحكي. ممكن أنت لإلك معناها أنه أنا أكون عاملة بحث شامل، شوفي شو معنى الكلام بالنسبة لإلك. أنا بشوف أنه الثقة بالنفس كتير مهمة، لما أنا أكون مبين أنه أنا مآمنة بالمشروع تبعي، أنا مآمنة أنه هذا إشي عم بنجح، لما أوجه الشغف تبعي أنا عم بعمل البرزنتيشن، عم بعمل العرض عن المشروع تبعي. لازم تعملي دراسة السوق جيد جدا، لازم تبقي عارفة كل معلومة عن القطاع اللي أنت عم تشتغلي فيه. ما فيك تكوني باجتماع يجي مستثمر يسألك سؤال ليبين هو عم بيعرف أكثر منك أو أفضل منك، بيقلل من النجاح تبع الاجتماع. لازم نحاول دائما إحنا نقدم محتوى مثير للاهتمام. انتقي كلماتك دائما. إيش معناته؟ معناته أنا ممكن لما العرض بعد ما أعمله أجي مثلا أعرضه على مايا، أقولها إيش رأيك، أعرضه على هبة، أعرضه على صديقتي في العمل، أعرضه على المنتور اللي لإلي، المرشد أو الموجه اللي لإلي، أعرضه على بنت الجيران اللي عمرها 15 سنة، أشوف إيش الكلمات اللي هم شايفينها هي مهمة، إيش الكلمات الصعبة، كيف بقدر أنا أطور من العرض تبعي. تجنب الفرضيات، تعمليش أي فرضية. إيش قصدي بهذا الشيء؟ لما نكون مرات بنعمل عرض على مستثمر بيجي بيسأله أوكي طب أنت ليش هذه الحقيقة اللي أنت قدمتها؟ قولوا لا، أنا هذه فرضية عندي. إذا عندك فرضيات لازم يكون هناك ما يدعمها. تمام؟ أنا بقدم حقائق أو بفضل إن أنا أقدم حقائق. ما تغادريش الاجتماع بدون تبادل وسيلة للتواصل. مش مسؤولية المستثمرة أو المستثمر بعد ما الاجتماع ينتهي إنه هي تحكي معك، أنت اللي بدك تعملي متابعة، أنت اللي بدك ترني عليها أو بدك تبعتي لها إيميل. بفضل دائما يكون في يعني لما تتركي الاجتماع تعطيها إشي عن المشروع تبعك، بدك تفكري كمان مرة من منظورها هي للموضوع. هي على الأغلب المستثمر أو المستثمر رح يشوفه كتير
رائدات أعمال غيري. تمام، كمان ننهي الاجتماع بمعلومة بتساؤل يعني إشي يخليهم تبوندر هيك، يخليهم يفكروا، علشان كمان لما يشوفوا كتير رائدات أعمال غيري يتذكرون، يتذكروا المنتج اللي عندي، يتذكروا الفكرة أو المشروع اللي أنا قدمته ويكونوا يهتموا فيه. تمام، أهم نقاط بدنا نركز عليها وإشي نتجنبها. إحنا عم نحكي سرد، إذا شفت كيف هو سرد متماسك، أنا عم بحاول أقدم قصة هي تفاعلية كمان، يعني مثلا ممكن أنت عم تحكي المستثمر يسأل سؤال، أوقف أجاوب. انتبه كتير للغة الجسد اللي عندك، وين دائما واضحة موجزة مقنعة. ما ننساش قاعدة 30 الخط 20 دقيقة 10 شرائح، قوم بحث شامل عن المستثمر. أنا دائما أعرف أنا مع مين عم بجتمع، من وين هم جايين، شو الأمور اللي هم مهتمين فيها. أعرف أكيد كل إشي بخص المشروع تبعك عن ظهر قلب. تدربي تدربي تدربي، يعني بقدرش أعيد هاي الكلمة أكتر، دائما تدربي، وأكيد برضو بيعزز ثقتنا بنفسنا. ممكن مثلا أنا في بداياتي كان عندي مثلا خوف من العرض أو خوف من الوقوف أمام على المسرح أو أمام الناس. شوفي هاي الأمور اقبليها وبلش اشتغلي عليها، ما تطيل العرض. إذا بلش تحكي بأشياء وتفاصيل وهم كمان يعني اشعري الطاقة أو اللغة اللي موجودة في الغرفة. إذا أنا عم بحكي عن إشي مش مهتمين فيه كتير مثلا، ممكن أنا أختصره. تمام، ما ترفضي الأسئلة، ووفري دائما جواب كافي شافي لإلهم. افرض إنه أنت سألتي السؤال أنت مش عارفة إجابته، أوكي، مثلا حدا إجا سألني مثلا كيف بقرأ هذا السوار الطاقة، هذه السعرات الحرارية، وأنا مش الشخص التقني في الشركة، لا برفض ولا بحكي أنا ما بعرف ولا ببين أنه أنا كمان مرتبكة. هذا سؤال كتير منيح، شكرا لإلك. بتعرف أنه أنا زميلتي مايا هي المسؤولة عنه، إحنا لسه كنا عم نحكي بهذا الموضوع بالذات، وأنا حابة أوفر لك عرض شافي لإلك، لكن أظن ما يمكن رح تقدر تحكي لك أكثر. ممكن ناخذ هذا السؤال على جنب بعد ما نخلص العرض التقديمي. تمام، جربي ما تقرأي من الشرائح، حاولي ان انت تكوني عارفة كل شريحة عن شو بتحكي، تكوني تفاعلية اكتر، ما تكتري من الكتابة، وحاولي ان يكون في مثلا صور توضيحية ايكونز اتسترا، اشي اللي يخلي الشريحة بسيطة. لانه اذا انا حاطت لكم شريحة كلها كلام، يمكن انا كتبت اشي كتير لان انا بدي اياكم تقروها، لكن لو انا حاطة كتير كلام في الهاد رح تتركوني ومش رح تسمعوا انا شو بحكي ورح تعود تقرو. هو نفس الاشي مع المستثمر. تمام، بدناش نخوض في تفاصيل تقنية بالبداية إلا إذا كان طبعاً سؤال لازم نوفر عنه إجابة. دائماً زي ما قلنا من البداية نحاول نغير الكلمات السلبية بكلمات إيجابية بفرص. أكيد يعني إشي ما بقدر إنه أنا يعني أحكي عنه أكثر من هيك، بليز إنه دائماً يكون البحث توفير مصادر إشي كتير مهم لإلنا. في إشي تاني أنا حابة أحكي عنه كتير، اللي هي لازم إحنا نضبط توقعاتنا لهذه الرحلة. رحلة توفير الاستثمار من أكثر الرحلات اللي أنا شفت إنه هي متعبة لرائدات الأعمال. ما عم بحاول أحبطك، عم بحاول أكون واقعية معك. لازم تكوني عارفة إيش اللي أنت مدخل حالك فيه. علشان هيك لازم أول إشي، أنا بآمن إنه النجاح بيجي من المجتمع اللي أنا بحيط نفسي فيه. حيطي نفسك بالناس اللي بيشاركوا الشغف تبعك، اللي بيشاركوكي اهتمامك بكل ما بالابتكارات بالإبداعات، واللي هم بيقدروا يكونوا حلقة الدعم اللي لك، عشان لما يكون الوقت اللي أنا عم بمرق فيه هلأ صعب أنا أقدر إن أنا أتجاوزه. كمان إشي لما أنا بكون بشتغل بالشركة عند لما أنا أكون صاحبة مشروع لوحدي بشركة، أنا مديرة مثلا عن المشروع هذا، أنا عندي مديرتي، أنا عندي مشكلة عم بواجهها، بروح بسأل، في دايما عندي هذا النوع من الفاليديشن، عندي هذا النوع من التوثيق للرحلة اللي أنا عم بمرق فيها والأمور اللي أنا عم بواجهها. لما أنا بكون مديرة المشروع تبعي في كتير صعاب أكتر من هيك، وفي كتير أوقات رح تشكي بنفسك، في كتير أوقات رح تشكي إذا التجربة هذه ناجعة وين رح. عشان هيك لازم دائما نكون محيطين نفسنا بالناس اللي بتقدر تدعمنا، وإنه دائما نفهم إنه للأسف مش كتير ثقافات بتتقبل الفشل. يعني مش أخبار جديدة، الفشل هو مرحلة من مرحلة الشركة الناشئة المشروع، يعني شو ما كان لازم نتقبله، ما نخليه إنه هو يحبطنا، نتعلم منه ونمشي لقدام.
إنه أنت يكون عندك توقعاتك تبقى واقعية، وإنك تحيطي نفسك بالدعم الواجب أو اللي راح تحتاجيه. نقطتين كتير شفتهم مهمين في تجربتي بال 13 سنة الماضية. تمام، إذا عندك أي سؤال مايا أو في أشياء تانية تحتاجيها. تمام، شكرا كثير لك على هالنقاط اللي أكيد اللي بتخلينا نفكر مظبوط ونقدر نستوحي منها. عندي كم سؤال يا ريت نقدر نجاوب عليهم. السؤال ورد معنا بأول جلسة كان عن الفرنشايز. الفرنشايز تحت أي ضمن نوع استثمار بتندرج؟ هل يا ترى نطلب استثمار ملائكي أم استثمار مغامر؟ بده يعتمد على حجم الشركة اللي إحنا عم نحكي عنها. إذا أنا عم بطلب، لأنه حتى يعني المستثمرين الملائكيين في مبلغ معين هم بعدي يعني مش كتير شائع إنه هم يقوموا بهذا الاستثمار. مثلاً إذا أنا عم محتاجة مثلاً أكثر من 2 مليون دولار مثلاً، ما رح أروح أدور على مستثمر ملائكي، على الأغلب رح أروح لمستثمر للاستثمار المغامر. زائد إنه أنا شو احتياجي؟ أنا ليش بدي مستثمر ملائكي؟ بالعادة أنا بدي مستثمر ملائكي زي ما قلنا، لأنه هو يعني بيمسك إيدنا خلال الرحلة هذه، ممكن مثلاً بفتح لي شبكة علاقاته إلى آخره. أنا بهذه المرحلة الفرنشايز أنا يعني المنتج أو الخدمة أو المنصة إلى آخره جاهز، أنا اللي بدي إياه هي المصاري علشان تفتح لي السوق، صح؟ فأنا بهذه المرحلة بكون على الأغلب بدنا استثمار مغامر. أنا سؤال هيك غريب شوي أو مهضوم، لماذا نطلب الحد الأدنى من الدعم المالي من مستثمر وليس كمية نسبة أكبر؟ مش بس تطلب الحد الأدنى، تطلب الحد الأدنى وكمان تشوفي شو خياراتك. يعني أنا بدي مستثمر أقدر أشتريه لقدام، ما بروح مثلا لمستثمر ملائكي. نطلب الحد الأدنى بشكل خاص، لأنه كل ما كانت شركتك بمرحلة بدائية، كل ما كان تقييم الشركة، سعر الشركة تبعتي بالسوق رح يكون أقل. معناته أنه كل يعني إذا أنا شركتي حقها 100,000 درهم وأنت بدك تعطيني 50,000، بتعطيكي 50% من شركتي. إذا أنا حق شركتي 100,000 وأنت بدك تعطيني 50، بتعطيكي ستاك كتير أقل من هيك. تمام، طبعا هذه كمان نقطة كتير مهمة أنك أنت دائما تفكري فيها. بكل الأحوال كل استثمار أنت بتاخديه لازم تفكر أنه أنا للمستقبل بقدر أخوض جولة استثمارية أخرى. لسه عندي من أسهم ما يكفي أنه أنا يكون عندي الأكثرية من الأسهم، عشان دائما القرارات التنفيذية تبقى أنا إلي الصوت الأكبر والأهم في أخذها، وعشان يضل معي أسهم أخرى بقدر أعطيها لمستثمرين لما أدخل جولات أخرى. يعني أنا لما أخذت الاستثمار البذري مش هو آخر استثمار، هذا أول استثمار بأخده، بدي أحاول أعطي أقل إشي أنا بقدر أعطيه من شركتي. تمام، وصلت؟ تمام، فكرة كتير مظبوط، وهي النقطة الأساسية أنه أنا إذا بدي أحافظ على مصدر قرار الشركة مين حتى يكون قرار أنا بصالحي. عندنا سؤال، إذا أنا كنت أريد إنشاء تطبيق وأحتاج أشخاص متخصصين في تطوير التطبيقات، أشخاص من الناحية التقنية، كيف بقدر أتواصل معهم؟ كيف بقدر أفتكر هذا سؤال حنان ما بعرف إذا فيك تجاوب عليه، بس ما منه بكتير موضوعنا اليوم. حيكون في عنا جلسة تانية نحكي فيها عن كيف نقدر نشكل فريق العمل. يعني هي ما بدي أخوض فيه سنس إنه أنتوا عندكم جلسة أخرى، لكن هي اللقاءات الاجتماعية اللي بتصير زي هذا اللقاء مثلاً. أنت عندك 79 مشاركة بهذا الحدث، على الأغلب 79 هم مهتمين بالمكان الكلام اللي إحنا بنحكي عنه. سؤال بقول، في حال مستثمر لم يتواصل معي بعد العرض التقديمي كيف ممكن؟ ولا رح يتواصل معك بدون ما قلل من قيمة المنتج. ما بتقللي من قيمة المنتج. العلاقة الاستثمارية هذه مش إنه أنا عم بطرح عليك إنه أنا سوار الطاقة فأنا وبعدين خلاص بمشي عشان أتوقع إن أنت معجبة فيه. لا، مش هيك العلاقة. العلاقة إنه أنا عم بطرح عليك إشي أنا مآمنة فيه، أنا محتاجة الفلوس اللي أنت بدك تعطيني إياها تستثمريها في المشروع تبعي علشان أنا أتطور. كمان مرة لما قلنا ضبط التوقعات، ما فيش شي مستثمرة أو مستثمر رح ترن عليك بعد. يعني ما بتصير كتير، مش ما بتصير كتير، أنا ما شفتهاش اليوم. معظم الوقت رائدة الأعمال هي هذه مسؤوليتك أنت. ما في تقليل للمنتج. أنا يعني كمان مرة ثقة بالنفس، يعني لما بعد ما قدمت لك إيش اسمها الصبية اللي سألت؟
هلا طيب انا قبل ما نفكر انه نسرين، يعني مثلا انت نسرين، انت بعد ما انا عرضت عليك هذا الفكره بقول لك اوكي، بعد مثلا يوم يمر ممكن مثلا ابعت لك ايميل اقول لك مرحبا انا حنان، عرضت عليك صور الطاقه من يومين، حبيت انه مثلا ممكن اعرض عرض تبسيطي، وانا كثير بحب ان تكون عندنا البي دي اف اللي هي فقط 3 شرائح اللي بس تحكي عن المنتج اللي احنا عم بنقدمه او الخدمه او التطبيق، ودائما نطلب، رح اكتب بالايميل في الاخر، بحب انه انا مثلا نحدد مقابله متابعه عن الموضوع اللي احنا كنا عم نحكي فيه، اذا معك مثلا نص ساعه من وقتك الاسبوع الجاي. تمام تمام حنان، اذا عندي مشروع نعم منتجات بي او خدمات والعائد على الاستثمار ما بيجي بطريقه سريعه او بطريقه نقدر نشرحها نقدر نستقطب اهتمامهم، على اي نقاط ممكن نركز حتى نقدم عرض انترستنج يعني؟ طيب انا من تجربتي شفت انه المستثمرين بيستثمروا بالاشخاص اللي قبالهم، بيستثمروا برائده اعمالهم مأمنين فيها، مأمنين انها رح تنجح، بيستثمروا بالأشخاص قبل ما بيستثمروا بالأفكار عشان نكون واضحين. ثانياً بيستثمروا بالأفكار، يعني أنا لازم أطرح إنه أنا الخدمة اللي عندي هذا الإشي this is the next big thing، هذا الإشي الجديد اللي رح يأكل السوق، فأنا رح أقدم إنه أنا العائد على الاستثمار تبعي مجدي جداً إذا أنا شايفة إنه مثلاً صحيح عرضك. للأسف الخدمات ما بتكون جذابة زيها زي أي إشي تاني. ليش؟ لأنه أنا لما بقدم خدمة ما عندي كتير أسد أعتمد عليها، يعني أنا الإشي الوحيد اللي أنا بعمله أنه أنا كشخص عندي سكيل معين، تمام؟ عندي قدرة معينة بقدر أقدمها، فلما بتكون الشركة أو المشروع بيعتمد على أشخاص بالعادة المستثمرات أو المستثمرين شاي أوي، يعني بيحاولوا أنهم يتجنبوها لأنه بدهم يكون عندهم أكثر أنه أنا على إيش بعتمد. فمثلا أنا ممكن هنا أجي أقول أنه أنا صحيح أنه أنا اللي عم بقدمه خدمة، لكن الخدمة هذه أنا بقدر أن أنا أدربها لكمان 30 شخص خلال وقت أنا عندي مثلا شايفة شو المخاطر اللي موجودة، حتى خطة لتجنب هذه المخاطر، أو مش بس لتجنبها، إذا حصلت كيف أنا أتعامل معها. بدك تقدمي إذا هم عم بيبعدوا عن هذا الإشي ومترددين، لازم أنا أقدم لهم أسباب أخرى أكثر علشان هم أشوف أورجيهم أنه هذا إشي يستحق اهتمامهم، يستحق استثمارهم. تمام حنان، إذا بتعملي معروف ننتقل للشريحة اللي بتضمن المصطلحات الاستثمارية، لأنه في أسئلة عنا بيسألوا ما هي أنواع الاستثمارات وكيف الوصول للمستثمرين. تمام، فيك تشرحينا شوي بما أنه وقتنا مرتاح. يعني bootstrapping إذا سمعتوا هذا المصطلح، أو التمويل الذاتي بدون رأس مال، هو يعني لما بيكون برضو من التعبيرات الشائعة في القطاع تبعنا، اللي هو كيف أنا بكون كيف بجيب فلوس بالبداية علشان أخلي المشروع تبعي يتحرك. بهذه الأحوال مرات ممكن يكون من اللي إحنا بنقولهم بالإنجليزي 3F family friends and fools، اللي هو أصدقائي عائلتي أو أي حدا، بديش أحكي فول بس يعني أي حدا ممكن يعطيني هذه الفلوس. فبنقول بالمصطلح بالبداية المهم they're bootstrapping، يعني بيحاولوا يعني يعملوا هالمشروع بالمصاري المتاحة. الكراود فاندينج أو التمويل الجماعي، اللي هو كمان مرة موضوع أنا بحب إنكم كتير تقروا عنه وتعملوا بحث، إن أنا بلجأ لموقع إلكتروني، بدخل بحط فيديو بالعادة بيكون، أو مثلا شرح عن المنتج أو الخدمة اللي أنا بقدمها، والموقع الإلكتروني هذا بيكون هو مسؤوليته إنه يتواصل مع الناس اللي ممكن يكونوا مهتمين بالمشروع تبعي. في طبعا مقابل، في أشياء كتير بالكراود فاند أو التمويل الجماعي، في أشياء اللي هي اسمها البير تو بير بنقولها، اللي هو ليندينج، يعني اللي هو بيعطيك جزء من الفلوس لفترة محددة وأنت بدك ترجع له إياها، ممكن يكون بمقابل أسهم، تمويل جماعي مقابل أسهم، أنا بيعطيني مثلاً متفقة على 5 مليون درهم، بالمقابل رح أعطي 5%. دائماً التمويل الجماعي بيكون مقابل نسبة كتير قليلة من الشركة تبعتي، وطبعاً بيكون في نسبة من المال بتروح للموقع الإلكتروني مقابل الخدمة اللي هو قدمها. ممكن يكون مقابل ولا إشي من المصاري اللي أنا بجمعها، ممكن أنا أكون بجمع 5 مليون درهم، بالمقابل كل حدا استثمر مثلا التذكرة الأولى كانت 10 دراهم، ممكن أبعث له thank you letter، شكرا،
إذا مستثمر لحد 100 دولار ممكن أعطيه له مثلا تذكرة بأنه بيقدر يستخدم الخدمة تبعتي لمرة بالمجان، تمام؟ فهذا موضوع كتير فينا نحن نتعلم عنه. المستثمر الملائكي أو الأنجل إنفستور، مش رح أخوض فيها مرة تانية، حكينا عنها كتير. سيد إنفستمنت أو الاستثمار البذري اللي بيكون في الفترة الأولية، وفي بعدية كتير جولات. الاستثمار أو التمويل المغامر اللي هو بيكون ممكن يكون من صناديق لرأس المال، ممكن تكون من أشخاص برضو من مستثمرين مغامرين بالعادة هم شركات. جولات التمويل احنا لما بنسمع انه حدا سكر سيريز A او B اللي احنا بنسموها جولة ألف او باء او جيم، اللي هي بتهدف لتحسين المنتج، وانا بكون كل هم الاستثمار انه هو 100% نحى المنتج ودخول السوق. الفرق بيكون دائما قديش حجم الاستثمار اللي انا بحصل عليه، شو شكل الملكية او المساهمة هذه، وفي العادة طبعا بيكون ملايين ملايين الدولارات. لما احنا نبلش نحكي عن ملايين زي ما قلنا قبل، بالعادة المستثمر الملائكي يعني لو انا بدي مليون درهم علشان استوار الطاقة، يا بتوجه مثلا لثلاث مستثمرين ملائكيين، او مرة واحدة باخده من استثمار مغامر او في سي، تمام؟ برضو هون كمان مرة ليش حكيت لازم تعرفي خياراتك، لانه كل واحدة من هذه بده يجي معاها الباكج تبعتها. يعني اذا انا عندي ثلاث مستثمرين ملائكيين، معناته انا بدي اعمل ادارة لثلاث مستثمرين. المستثمرين بدهم اجتماعات، بدهم اقدم لهم تقارير مالية، تقارير عن المنتج، تقارير عن دخول السوق. او عندي مستثمر واحد مغامر، في العادة المستثمرين الملائكيين بيطلبوا انهم هم يقعدوا في مجلس الإدارة وانه يبقى لهم صوت، يعني يصوتوا على الخطوات الاستراتيجية. في منهم بيطلب انه يكون لهم صوت في القرارات التنفيذية. انا اشي بالنسبة لي بحاول دائما يعني انصح رائدات الأعمال اللي بشتغل معهم انهم يتجنبوه. يعني انت بالنهاية مش بقول انك انت ما تسمعي للنصح، على العكس حكيت كتير قبل قديش مهم انه يكون عندي مرشدين وناس ينصحوني في هذه التجربة. انا نفسي عندي منتورز لحد اليوم، لكن مش معناته انه يبقى لهم شرط عليك انه هم يتدخلوا في القرارات التنفيذية. التمويل المغامر في معظم الأوقات العقد اللي بيناتنا بيكون ما بعطيهم كتير حصة في أنهم هم يصوتوا على القرارات التنفيذية. طبعاً بقية الجولات مثلاً جولة التمويل بي أو سيريز بي كمان مرة، اللي إحنا برضو بنقول أنه هي بتكون بيختلف قديش المبلغ المالي بده يكون أكبر، قديش بدهم هم ياخدوا جزء من الأسهم بالمقابل. أسفة دقيقة لأني حاطة الصورة فوق. أوكي سيريز سي برضو يا ريت بس إذا بتشرحي لهم، في ناس عم بيسألوا هل يا ترى كل هالاستثمارات موجودة في الإمارات ولا خارج الإمارات؟ أنواع هلا هي مش إنه يعني المستثمرين المغامرين موجودين في كل العالم، يعني صناديق الاستثمار المغامرة موجودة في كل العالم. كامر هذا يمكن بده يكون هوم ورك عليكم، إنه بعد ما تخلصوا تعملوا شوية بحث تشوفوا مين الناس اللي بيستثمروا. كمان مرة كل مرة نعرف خياراتنا المختلفة، مش معناته إنه أنا عم بروح لاستثمار مغامر إنه كل الفي سيز اللي رح أنا أتواصل معاها يكون عندهم نفس الشروط. كل شركة رح يكون عندها شروطها الخاصة فيها، فأنا لازم دائما أدرس العقد اللي هم بيشرحوا لي إياه. يفضل مش يفضل، دائما بهذه المراحل لما إحنا نوصل إحنا عم نحكي عن سيريز A أو B، لازم يكون معاكي محامي يقدر يشوف هذه العقود إيش كيف أنا بقدر أشتريهم، بقدر أطلعهم من الشركة، هل هذه علاقة على مدى أطول، تمام؟ لازم دائما نكون واعيين على هذه الأمور. يمكن العقود اللي قبليها اللي هي الشير هولدر اجريمنت لما احنا بنكون في البدايه مع المستثمرين الملائكيين بتكون ابسط، ومع هيك بفضل انكم انتم دائما تشوفي محامي يقرا لك، يعني ما تمضي على شيء بدون ما يكون عندك نصيحه قانونيه. تمام التخارج. تفضلي. انا اسفه هلا دخلت بس مهتمه، في عندي مشروع الي، بس دايماً أنتوا بأي شرح بتمنى أنه تشتغلوا أول إشي أنا كفكرة ناشئة وبحاجة لتمويل، يعني أنه أنا ما عنديش إمكانيات مادية،
بكون خايفة، خايفة على فكرتي وخايفة إنه حدا بس ياخذ الفكرة وأنا أطلع منها، وصارت كتير. بالمقابل أنا كيف ممكن، يعني يا ريت يكون الشرح، أنا كيف ممكن إذا أنا مآمنة بالفكرة أعرض فكرتي ويعني أجيب ممول، وواضح إنه القوة المالية أكيد للي بده يجي يشاركني مش إلي. هاي المعادلة هاي اللي بستصعبها أنا، وأكيد في زميلات إلي بستصعبوا هذا الموضوع، إنه أنا كيف بدي أعرض فكرة ناشئة وأحفظ حقي فيها، وبالأساس نجاح الفكرة خاصة بالشغل الأونلاين أو المنصات هو قائم على فكرة، يعني إذا الفكرة بتحل مشكلة أو غيرها هي أساس نجاح الشركة. فهاي العاملين هم عاملين نفسي، يا ريت إنه يعني هيك تعطونا التريك تاعهم أو وشكرا لك. رح خلي بس قبل ما تجاوبك حنان، شكرا لك كثير على السؤال لبنى، ونحن سبق وحكينا عنه بالجلسه، يعني يمكن قدرت يمكن وصلت بوقت كنا حكينا هذه النقطه. هذه النقطه كثير مهمه، كل رائدات الاعمال بتحب تضمن قبل انه الفكره ما تنسرق، لانه بتكون في شغف عن البزنس اللي عم نقوم فيه. الجلسه هي مسجله، وحنبعث لكم الرابط بالايميل للجميع، حتى في كثير اسئله كمان عن اشياء انحكت باول الجلسه، فيا ريت بتقدروا يعني لو عندنا متسع من الوقت وقت طويل اكثر كنا بنرجع بنفوت بالتفاصيل، بس كمان نطلب منكم ترجع تشوفوا الجلسه بتمعن مع الرابط التسجيل. حنان، يعني هي كمان في موضوع، يعني اذا انا كمان مره، اذا انت يعني هذا الموضوع صار معك، انا اسف انه صار معك اكثر مره صراحه، انا بتجربتي ما شفت كثير ناس بتسرق افكار، لكن في حل دائما بسيط بتقدر دائما تلجأ له، هي الملكيه الفكريه، بتقدر تسجل فكرتك، براءه الفكره تبعتك، وهذا شيء موجود بالعالم كله. فقط الاسم، الاسم التجاري، لا الفكره ما في شيء، لا الفكره الملكيه. سألنا عنها ودخلت بمحاضره، اوكي، في مش بس الملكيه الفكريه اللي انت بتقدر تسجليها بشكل محلي، ولكن في كمان مؤسسات عالميه بتضمن لك الحق في الملكية الفكرية أو الانتلكتشوال بروبرتي اللي لك. أنا تجربتي كانت مختلفة عنك، أنا بشتغل مع شركات ناشئة من 13 سنة الماضيين بالأردن، بفلسطين، بمصر، بحرين، السعودية، بالإمارات طبعاً more recently. تجربتي كانت مختلفة شوي، لكن أنا مش ضد إنه الواحد يروح للملكية الفكرية. كمان مرة أظن إنه كل رائدة أعمال عندها دائما الخطة اللي عندها، دائما عندها التفاصيل اللي إحنا بنقوله الإكس فاكتور، اللي هو يعني مش أي حدا. وقديش صعب، يمكن ما بدي أكرر نفسي، بس قديش صعب إنه مرات حتى الفكرة اللي عندك توصليها للي قبالك، مش إنه هو يعني يفهمها 100% كما أنت بدك تعمليها ويقوم بتنفيذها. كمان أكيد الملكية الفكرية بتكون حل لها. مايا بتحبي أكمل أو بتحبي تسألي سؤال تاني؟ طب ممكن نحكي كمان التخارج أو الإكزت، اللي هي النقطة اللي إحنا ممكن يا بنبيع فيها المشروع تبعنا، أو ممكن نبيع جزء منه، ممكن نبيع كله، ممكن يتم فيها استحواذات زي ما سمعنا مثلاً كيف أوبر استحوذت كريم، أو كيف أمازون استحوذت سوق.com. في من المصطلحات الشائعة كتير واللي هي طبعاً حلم أكيد كل رائدة ورائد أعمال، اليونيكورن، اللي هي الشركة الناشئة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار. إن شاء الله كلكم بتكونوا يونيكورنز عما قريب. في سندات قابلة اللي تفضلي مايا. نعم إن شاء الله، عم بقولك تعمل إن شاء الله. إن شاء الله في سندات اللي هي القابلة للتحويل، اللي هي الconvertible notes، اللي هو إذا مثلا بوقع وثيقة مع مستثمر بيقول إنه هو رح يستثمر مبلغ معين على هيئة ديون، بيقدر إنه هو من حقه يحولها لحصص ملكية بعد توفر شروط معينة. في كتير نماذج منها موجودة أونلاين، كامرة كتير بشجعكم كنت تقوموا بالبحث بهذه الأمور. في تقييم الشركات ما قبل الاستثمار اللي هي pre-money، وفي ما بعد الاستثمار اللي هو البوست ماني. معظم الأوقات لما إحنا بنيجي نعمل الاستثمارات البذرية مثلاً، دائماً بيقول لك إن أنت بري ماني، أنت يعني إيش كان تقييم الشركة قبل ما أي حدا، إيش يعني ما قبل الاستثمار، قبل ما أي حدا يستثمر في هاي الشركة. ما بنقصد هون رأس المال اللي أنت بلشت فيه، اللي هو
family friends and fools هذا لا ينطبق عليه. تمام، هذه الفلوس اللي احنا بلشنا فيها بتكون اتفاقية المستثمرين أو الشيرهولدر أجريمنت، هي اتفاقية بين المستثمرين أصحاب العمل. لكن هون إحنا ما بنوضح إيش هي آليات العمل الموجودة في الشركة، لكن بنوضح العلاقة اللي بيننا وبين المستثمر. في كمان معلومة، أوكي يمكن هي مش مصطلح شائع أو مش شائع، لكن هي شغلة أنا كتير بفضل أو بشجع رائدات الأعمال دائما يعملوها. لما تبلشي مشروع، لو حتى أنت بمرحلة الفكرة وعم تحكي انت والناس اللي مبلشي معاهم فريق عملك، دائما سجلوا هذه الامور. في كتير رائدات اعمال لما كنا نشتغل في مراحل كتير بدائيه كانوا بيقولوا لا ما احنا صديقات مش مشكله، احنا صرنا نشتغل مع بعض 10 سنين ما بهمني. دائما لازم يكون في ورقه توثق بدايه هاي المشروع. انا مثلا لي قديش، اكتبي على حتى على الورقه هاي 30% لإلي، 40% لمايا، مش عارف 30 الباقيين، 40 الباقيين لمين بدهم يروحوا. تمام، مين بده يقوم بايش؟ هذه يعني انت بهيك برضه بتزبطي التوقعات ولوين الشركه هذه رايحه للمستقبل. يفضل طبعا يكون عقد عند مثلا عند محامي، بس يمكن اكيد مش بمرحله الفكره، ممكن نتجه لاشياء زي هيك. تمام حنان، يا ريت ننتقل على السلايد اللي بعده. هلا رح نعمل اقتراح نستفسر منكم بعد ورشة اليوم، ما مدى معرفتكم بكيفيه التحضير لعرض تقديم الاستقطاب الاستثمار بهالوقت. يا ريت حنان تحط بليز كمان سلايد اللي فيه عندك تفاصيل تواصل معك للي حابين يتواصل معك مباشره بعد الجلسه. الجلسه هي كتير غنية بالمعلومات، وكتير سألونا عن التسجيل. التسجيل حما فيكم فيه بعد ما تخلص إن شاء الله الجلسة، وعنا 2 رفعوا إيديهم، فما بعرف إذا بتقدر ناخذ الأسئلة مباشرة مع أنه يعني صعب. ممكن نخلي بس سؤال واحد، أو ما بعرف كيف حنقدر نعمل بالوقت، عم نشرف على آخر جلستنا. إيمان وعندي ريم. صباح الخير، شكرا جدا على الحاجه المحاضره الجميله دي وعلى الايفنت الجميل ده. انا بس لو سمحتي كنت عايزه اعرف تاني باختصار عشان النوع الانواع السيدز اللي هي البري سيدز والسيدز بتاع اللي هي الفاندنج. تمام، امتى انا اكون كستارت اب واكون مؤهله ان انا ادخل، او انهي مرحله بالتحديد هي المناسبه ان انا اقول انا مناسبه ان انا ادخل بري سيد، لا انا ادخل سيدنج على طول؟ وفي الجزء الثاني لو انا عايزه مبلغ مثلا، اغلب الحاضنات او الاكسليريتور بيحطوا ايمان انت عامله ميوت، انا ما سمعت بقيه السؤال. عفوا، ماشي. انا كنت بشكر، اولا بشكركم على المحاضره الجميله وعلى الايفنت الجميل. ثانيا بس كنت عايزه الجزء بتاع السيدنج والبري سيدنج الستيجز المختلفه. تمام كده، سمعتها بس بعدين كنت بتحكي عن الاكسلريتور. الاكسلريتور دايما بيبقوا حاطين ليميت للحاجه، مثلا المبلغ معين حاطينه ده اقصى مبلغ، بس انا ممكن اكون عايزه اعلى من كده. في الحاله دي انا بقول بعمل بتصرف ازاي؟ يعني باخد الجزء ده وبعدين اظبط طلباتي على الحاجه دي وبعدين اشوف جهه تانية اخد منها، ولا بعمل ايه؟ طيب اي استثمار بالبدايه، اذا بدنا نحكي انه انا عم باخذ ما قبل البذري او البذري الاستثمار الملائكي، كل واحده من هدول بتعتمد انا وين واصله في مرحله مشروعي. يعني انا ما في اكون مثلا في مرحله مشروع داخل السوق وعم وبدي ادخل اسواق جديده وبدي اكبر العمل اللي بدي اكبر فريق العمل اللي عندي، وانا اروح لاستثمار مثلا ما قبل البذري. انا هون بدي استثمار مثلا بين 500,000 لمثلا مليون او اكثر، فانا بطبيعه الحال ممكن اتوجه للمستثمرين الملائكيين او المستثمر المغامر. انا مثلا بمراحل اولى، انا لسه بمرحلة الفكرة، مرحلة بناء المشروع، شو الاستثمار اللي مقدم لي مثلا؟ الاحتضان احنا بالعادة بنسميه الاستثمار البذري. ليش بذري؟ لانه هو كأنه سيدنج، انت عم تزرعي الفكرة الناشئة او المشروع الناشئ اللي عندك او المشروع التجاري.
وما قبلها احنا ممكن نسميه الاستثمار ما قبل البذره، اللي هو انا لسه بمرحله الفكره والبوتسترابينج ولسه عم ببلش، او ممكن حتى كمان اللي هي بمرحله الجراس روت انيشيتيف اللي هي المبادرات الغير المنظمه اللي هي زي ستارت اب ويكند اللي ممكن يكون فيها مكافآت او جوائز، حتى اللي هي مش حتى استثمار، انا مش مضطره ان انا اعطي مقابلها اي اسهم. كل اكيد كل مسرعة اعمال، كل حاضنة اعمال راح يكون عندها شروط محددة، وراح يكون عندها بالمقابل ايش المزايا اللي هي بتقدمها من استثمار مثلا، زي ما قلت قبل هيك. بعض على فكرة بعض مسرعات الاعمال بياخذوا اسهم مقابل الخدمات اللي بيقدموها، او بياخذوا اسهم مقابل انهم بيعرفوك على مستثمرين، او مقابل الاستثمار اللي هم بيضخوه في المشروع التجاري اللي عندك. إذا المبلغ اللي هم مقدمينه، هذه كمان مرة نعرف خياراتنا كلها، إذا هذا هو الخيار الوحيد اللي موجود قدامي بقبل فيه، علشان أنا لازم أتطور أمشي خطوة لقدام. لما أخلص المشروع بالعادة بيكون بظن تسريع الأعمال بيكون 3 أشهر، معظم بيروح ل6 أشهر، مش كتير. إذا أنا خلصت من تسريع الأعمال بقدر أروح أطلب مثلا استثمار ملائكي، ممكن أنا من خلال مثلا البرنامج اللي أنا كنت داخل فيه تعرفت على مستثمرين ملائكيين، بقدر أن أنا أحدد اجتماعات معهم، ممكن أروح على التمويل الجماعي الكراود فوندينج، أشوف شو الخيارات الأخرى الموفرة أمامي. تمام؟ كان في ريم كمان؟ لا، بدنا نأخذ سؤال واحد بس. شكرا، أهلا. يا ريت تحطوا لنا الأسئلة بالشات بوكس، بيكون أسهل نجاوب عليها. في عنا شكرا كتير لك حنان، في كتير ناس حبوا الجلسة وعم بقولوا الشرح كان مفيد الحمد لله واستفادوا منه. يا ريت كمان اللي ما عبى بعد الاقتراع يشاركنا رأيه حتى نتساعد لبعدين نقدر ننمي ونحسن ورشة العمل في المرة القادمة. يعني بتمنى انهم ياخذوا الكلام اللي احنا حكيناه اليوم، ويعني مش بس تعملي بحث عليه بس كمان تطبيق، يعني شوف الكلام اللي حكيته اليوم شو بيعني لإلك بالتجربه اللي انت عم بتخوضيها هلا مع مشروعك التجاري. صح، في كتير اسئله عم تنسال انه منين احصل على المستثمر. بالنهايه نحن عم نطرح اليوم الافكار وطريقه العرض وهي شو هي المقومات حتى نقدم نحن عرض ناجح، بس بفتكر بتوافقين الراي حنان، الاستثمار عنده عده عوامل، من القطاع اللي عم نقوم فيه، الفكره اللي نحن فيها، فما فينا نقدر نجاوب مين اي جهه ممكن تستثمر أو وين ممكن نحصل على المعلومات. هذا لكن هو برضو هومورك عليكم، يعني أنت كرائدة أعمال كرائد أعمال مفروض تكون إحنا بنتابع الناس اللي هم عم بيقوموا مثلا بالاستثمارات بالقطاع أو المشروع تبعي فيه، مين الناس اللي هم عم مثلا حصلوا على استثمارات قبل، يمكن أسألهم عن تجاربهم، يمكن أحضر الفعاليات. يعني حتى في كتير مسرعات أعمال، حاضنات أعمال، مبادرات أخرى بتدعم المرأة، بتدعم رواد الأعمال، رائدات الأعمال، بيكون عندهم فعاليات اللي هي كيف بيقدروا هم يربطوكم أو يفتحوا أبواب مع مستثمرين ملائكيين أو مغامرين. نقدر نحضر هاي الفعاليات، نكون موجودين، نكون حاضرين، نكون جاهزين بالعرض التقديمي لأقل من 60 ثانية، معنا بزنس كارد، معنا ممكن ال3 صفحات هذا البي دي اف عندي على تليفوني، بقدر أبعتها إيميل، بقدر أبعتها للشخص اللي أنا عم بحكي معاه أو معاها. تمام، شكرا كتير لك حنان، يعطيك ألف عافية، وشكرا لحضوركم جميعا ولمشاركتكم ولأسئلة عن الجذابة والكمان مفيدة اللي سألتونا إياها. وإلى اللقاء في جلسة جديدة بلكي الشهر المقبل عن الحسابات وكيفية تنظيم الحسابات للشركة، كمان جلسة كتير مهمة، وكل السيدات الأعمال بحبوا يتعلموا أكثر ويتعرفوا على كيفية الحسابات. شكرا كتير مايا، شكرا هبة، شكرا جنيفة، وشكرا لكم جميعا كل رائدة أعمال، رائد أعمال اليوم حضر الجلسة معنا، يعطيكم ألف عافية. شكرا كتير حنان وجودك، صراحة جلسة رائعة. شكرا شكرا يعطيك ألف عافية، شكرا مثل ما أنا استفدت. شكرا كتير، يعطيكم ألف عافية، شكرا للجميع.